سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولا تهتمنا ويفنى نعمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. أيها المستمع الكريم آيات بينات يتلو على مسمى حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ الحق أنور الشحات أنور قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في مدينة القاهرة فليتفضل مشكور. من الشيطان الرجيم بسم الله ولقد جئتمونا
ذلك تقدير الله.
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وزعمتم ما خولناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وزعمتم ما خولناكم وما نرى معكم الذين زعمتم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحق إن إن
Thank you.
وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ
فأخرجنا به مما
سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وخلق كل شيء لا
والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تبنى ويبنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. جه النور لما تجلت آيات الهدى وعدت زهور الساعة خد المغردة، وسمعت أمة التوحيد واهتز قلبها. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. وهكذا أيها السادة، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. تلا علينا ذلك العلم القرآني لزعيم نجم القراء في مصر والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم بمدينة القاهرة. نقلت لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد الجواري في بيت العادل. اطلبوا مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة وقصر الضيافة المتنقل في جميع انحاء الجمهورية لصاحبها اولاد ابو جان في بيت العادل. الهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج حمود البيومي المقيم ببيت مسعود. اخي المعز الكريم، شكر الله صاحبكم جميعا.